السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم جايبكم ركت ليج، حلقة جديدة، فكرة جديدة، ما شاء الله نتعجبكم. قبل ما ابدا المقطع شكرا على دعمكم، الله يسعدكم جميعا. اللي ما اشترك يشترك ويفعل زر التنبيهات. لو نعطيكم الفكرة باختصار، مثل ما تشوفون هذه هي الدوامة، حاط فيها اسماء السيارات مثل ما تشوفون هنا: كامبري، اوكتين، فلكس واجن، تاكومي، باتموبيل، بي ام دبليو. فاللي اسويه ندور هذا كذا، السيارة تطلع لنا اللي هي مثلا تكوين نلعب فيها. عندنا ثلاثة أيام وثلاث سيارات، إذا خسرنا جيمين من الثلاثة أيام راح أحط هنا عقوبات مثلا 10 دولار 20 دولار 50 دولار زي كذا الدوامة، واللي يطلع راح نسويه. لا تنسوا اللايك وخليكم مع إعلان كايزن. تخيل إنك تشتري أغراض روكت ليج وإذا ما استلمتها خلال 24 ساعة راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزن. ودك بأغراض كريدت، رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الأغراض، كل هذا وبأرخص الأسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفرة عندهم حتى الأبل. لا تنسون كود بيسر قبل ما تشترون. يعطيكم العافية، خليكم على المقطع. حلوين، الحين نختار السيارات الثلاث. فبسم الله، يعني في سيارات ترى كثير ما حطيتها، لكن حطيت بس الأشهر موجودة، يعني في خيارات مرة كثير. شوف كيف عاكس وجهي، يا ساتر. بسم الله ندورها. واحد اثنين. الحين نختار الثلاث سيارات اللي راح نلعب فيها الأيام اللي إذا خسرنا منها اثنين راح يكون في جيفوي. شو الجيفوي؟ ما أدري صراحة، بس راح تشوفون. فبسم الله خلونا نختار الأول. اوكي، اول جيم الفلكس واجن مثل ما تشوفون. حلو، الجيم الثاني اوكتين. اوكي، فلكس واجن اوكتين. الجيم الثالث دومينوز، فلكس واجن اوكتين دومينوز. ليتس جو. والله سيارات حلوه صراحه، صح ان الفلكس واجن ما تعودت عليها بس سيزن جديد لازم نلعب فيها. خلونا نروح على الجيم. طيب جهز السيارات الحين. السياره الاولى زي ما قلنا فلكس واجن، اوه هذه فلكس واجن، الله يستر. نغير الشكل عادي، اوه تشامبيون 3. والله اني نازي يا عيال، الله يستر. ناس في الخوي اللي معي، ناس في جدا. شوفوا تحت الكومنتات يتون افكار ثانيه بالدوامه. هنا مثلا حاط الجنب البوست الاشياء زي كذا، حطها هنا في الدوامه واللي يطلع لنا ما نلعب فيه مثلا اذا لقمنا هدف زي كذا. اكتبوا لي تحت الكومنتات افكاركم وباذن الله بطبقها. ودينا على الجيم الاول. بسم الله، الله يستر الله يستر. ليش دفني؟ طيب ليه؟ يا ساتر يا ساتر، شو البنش القوي؟ لا يا اخي حرام. ايوه كيف تصير لك يا خوي؟ يا عمري افهم. ايوه ايوه ايوه، والله على بالي جاب العيد. ما عليه ما عليه يا خوي ما عليه، هذا مفك قريت بس، والله قريت بس. شكرا يا مفك، شكرا. هدف. لا هدف طبيعي يا شباب. اوه والله قويتها بزيادة انا. اي لازم نرجع لازم نرجع بسرعة. يا عمري يا قوي نشد، والله نشد. بإذن الله ما نخسر يا رب. امشي اسحبك يا خوي، تكفى لا اسحبك يا عمري. لا 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 حماس، لا والله انا اللي تحمست، والله اني اخرب بس كذا اي شيء. صح الخما هاي بوست لك. عطا اسيست، نايس شوت يا عيني. والله يا اسطوره، والله اقراها خوينا. شوف كيف التمركز، هدفين هدفين الحمد لله، يعني مسوي شيء في الجيم. فلكس واجن بس مسوي شيء. No problem. الله افك افك اللي ضدنا افك. حلوه تكفى يا خوي، والله ما ادري شلون صديت هذي، والله ما ادري شلون صديت. ايوه يا ساد، والله جيم يعني صراحه غريب بس فزنا، هذا اهم شيء فزنا. ودينا على السياره الثانيه اللي هي حبيبه الكل الاكتين. خلينا نلعب باللون برتقالي. بسم الله خلونا نبدا. الحمد لله جيم فوز. شباب كود الايتم شوب في اس ال اللي يبغى يشتري هنا، حط في اس ال الله يسعدك. خلاص بسم الله يا رب. هذا كان معي قبل ولا تكفى؟ لا 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 ايش خوي تكفى؟ مو بهدف مو بهدف مو بهدف، مستحيل والله شيء غريب يعني خوينا
وقف عند البوس، ما تحرك وانتظر، وقف. تنفيس هذا ما اللي بحبه يعني. بداية الجيم فرض انك تعزز، هذا بخربها في المقطع ذا، والله بخربها. هذا نفس بي من بداية الجيم يعني، معليش والله معليش يعني، ما لعبنا جيم. بسم الله الجيم الحقيقي الحين عمري. لا 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 تكفى يا خوي، يمديك اسطورة. روح يا جيم رسيت، روح. حلو حلو، تكفى لك نقش. يا ساتر، جيم كله بدون بوست، ايش السالفة؟ والله اني اسف يعني، ابغى بوست صراحة. امشي خلاص بعدها، والله يا انا طولت عندنا. شوت، لا خفيفة خفيفة يا خوي دي. لا لا تحمس، لا تحمس، الله يسعدك. خلى لي بوست، خليت له البوست. حلو، من اللي ياخذه؟ زاوية زاوية، والله العظيم نسيت الاير رول، لو لفيت اير رول خلاص. الفرق واحد يقول سيف، واحد يقول ماي باد. والله شتان شتان، هذا شو متحمس. اشوه، والله اني خفت يفجرني، والله والله اني خفت. والله ما معي بوس، بس حاولت اطق شيء. تكفى لا، كيف كذا سيارته؟ ما سيارته تعدلت، والله سيارته تعدلت، ما ادري شلون. شو سيارته كيف تعدل؟ يا ساتر. اوكي يا عمري يا عمري يا عمري، الله كلنا نبغى بوست يا خوي. اوه يا ساتر، الو مو صدف، والله صدف بس جامده، والله جامده. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، تدي فوز لنا يا رب. لا 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 خوي، بثبتها والله، والله بثبتها. ما ابغى اطير، والله اني ما ابغى اطير. تكفى ما بروبلم، امشي. تكفى هدفك، تكفى تكفى، عوضنا تكفى. لا يا اخي حرام، والله حرام. نديك يا ساتر، امشي. كانت النية لمسة، ما ودي اخرب صراحة، بس كذا. ايوه 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 لك يا خوي. اوه حلوة، والله حلوة. لا يا اخي حرام، اقسم بالله حرام، توقعت يفلكها. جي جي، الله يا قهر، اقسم بالله يا قهر. هذا هم تيم مع بعض، شوف كيف. وين الدم نزل وايت، وين تجيب الوايت بس. اسمع صوت سيارته، ايش فيه؟ هدف؟ لا والله مو هدف. اخوينا جاب العيد شوي. يا ساتر، روح روح يا خوي، روح ولا البداية لك. يا ساتر البوز، يا ساتر والله يا شوته، يا ساتر. واتسيب لي يا رب هدف، والله حلوة، والله الدمز كل شوتاتها كذا مزعة، ما ادري شلون. صح تفهم، حلو حلو. كلاس 1، الو لا 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 مستحيل. الو داخل مع سام انا، شوت يا اخي والله شوت. لا ابغى الشوت ذيك المزعة، تكفى تكفى هدف، تكفى جريت باس. والله يفهم، والله يفهم. لازم ننزل بسرعة، هالخمة هالخمة. خوينا يفيك واجد، والله يفيك واجد. حلو حلو حلو، جاب ليد، قريته والله قريته، والله مشيته لين ما يصده هو، اطق انا مخاطرة بس يعني المفروض انهي من الاول. شوت، حلو حلو حلو، والله طقتي ما ادري ايش تبي صراحة.
كريسماس والله يفهم. يا لعيب يا لعيب يا بطل يا بطل جيجي والبليت. الحمد لله يا رب الحمد لله دوامة ما في عقوبات هالمرة. في تحت في كومنتات عطوني أفكاركم. شوفكم على خير. سلام. دور هذه كذا.